أهل السنة. لماذا لا تتكلفين أدنى جهد وتقومين بإرسال وفد إلى مناطق أهل السنة في إيران كي تطلعين على الحقائق قبل إصدار البيانات؟ أخشى أنكم ركنتم إلى إخبارات الفساق، فساق الشرقي هامان الشرقي وقاروني، وزيادة عليهما خوارج القرن الخامس عشر. فهل هذه الكيانات هي التي تدفعك نحو هذا الخطاب الأعور؟ ألست يا أزهرنا الشريف تعلمين الناس تفسير قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ ألست من تحثين على العمل بآيات القرآن هذا؟ أم نحتاج لتذكيركم بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟